هذا المدخل ديال البلاصه. دابا راه طبيعه عالم السمك خالد، طبيعه الحل دابا راه كيكونوا سلاو سدو تقريبا في ثلاثه كتشد البلاصه. شارع الزرقطوني اخوتي، شارع الزرقطوني، محمد الزرقطوني راه مكتوبة تما بالزرق. وهذا الشارع اللي باقي ما بغاش يحن عليه الله يقصو، مازال مدكدك، مازال شارع محدودب. ان شاء الله غتكون التهيئة ديالو مزيانة وما غاديش يبقى يغرق مرة أخرى كما كتلاحظوا. هنا غادي دك الرملة وغيديروا الطافي، الطافي اللي داروه في سائر المدينة. اليسار كذلك هذه شركة بوطاغاز ديال بكري، هنا كنت كنجي ناخذ البوطا. هذه كافي قديمة، وهذه البلاصة على اليمين ديالي، والأوحال. أنا غادي دابا غير في الأوحال، الشارع هنا نصلح شوية ولكن نزيدو شوية غنجبر عاوتاني الإصلاح، إصلاح في الإصلاح. ثم كما كتلاحظوا حنا فوتنا البلاصة، ها هي الأرض عاوتاني في إطار التهيئة، ميقدرش الواحد يمشي من هنا، إذا مشى غادي يتكرفص. شوفوا على الحالة، حاجة ملي كتأخر في الإصلاح شنو كيوقع، كتوقع كوارث. شنو غيدخل دابا الإنسان لدارو؟ العفافس والتكرفيس، وهذا الشيء يقدر يضيع. إن شاء الله غتصوب له هذه الطافي هنايا كالعادة، ويكمل الشارع بحول الله اللي غادي يحتل الصيدلية ديال المسجد، صيدلية جامعة جديدة كتسمى صيدلية المسجد. إصلاحات دائما مدينة العرائش. شوفوا الحوانت كيفاش كيتمحنوا اليوم بعد التهيئة، ولكن بعد كيجي الإصلاح وكيتهناو وكيرتاحوا. الحوانت والمحلات كلشي كيتأثر بالإصلاح. قربنا لصيدلية المسجد، إن شاء الله غادي يكون شارع زوين، وغتكون الرصيف كذلك زوين، قريعة الطريق زوينة بحول الله. هذا اللي دوزنا منه، وكل أوحال سميتو شارع موسى بن نصير، شارع سور الإشارة. دابا انتهينا من شارع موسى بن نصير، جا شارع سور الإشارة، مؤسسة الريان، الله يكمل بخير. شوفوا هاد الزنيقة شحال زوينة، شحال فنيونة. ما تنساوش اخوتي تبارطاجيو لنا هاد الفيديوهات باش يوصلوا لأكبر عدد ممكن من المتابعين، الله يجازيكم بخير. دائما هنا العرائش، دائما السيلاغاش، دائما لا راضي فيغ، دائما العرائش تحييكم. مؤسسة النصر، هذا الشارع اللي كيدي لصيدلية فراولة، والمدرسة هي على اليسار ديالي، مدرسة البلدية أو مدرسة الشريف المدرسي هي هذه. المدرسة كانت عيب وحدة في هذا الخلا، ما كان حتى شي سكن، اليوم دار بها السكان، ما كانش السكن نهائيا في الستينات، ما كانش السكن نهائيا، كانت المدرسة بوحدها وجامعة جديدة وهود من دينا لتحت. اليوم لا، اليوم كبر العمران. Thank you.
زنقة طنجة، هذه القيصرية ديال المحيط من الدهر ديالها هذا. قيصرية المحيط الدهر ديالها، شنو واقع؟ مال الحديد واقف؟ طرق التواكسية غادي هذا فين غادي هذا فين غادي عمنو يا اخي وصلنا للساحة المحرك الاساسي ديال المدينة روح المدينة والروح المسارية للمدينة هي ساحة التحرير نمشي ان شاء الله نشوفو هادشي في كافيه بالكون اتلانتيكو الى كتب الله شارجيو الفيديوهات تما لان الكافي فيه خيب خلق قهوة زايدة شي شوية ماشي مشكل